اهلا وسهلا فيكم اصدقائي في حلقه جديده في يوم جديد في مكان جديد. هذا المكان طبعا احنا هيك جوله سياحيه سريعه ما بدنا نطول فيها، ابو تقريبا 3 ساعات الفيديو، بس سريعه يعني اصبروا علينا على الاخر. شو عارفين هون؟ تمام بمزح معكم يا اخوان، بس هسه التصوير هذا بدنا نصور شغله منيحه مرتبه. شوفوا الحفريه والله فاتحه معهم، فاتحه معهم، لا تشوفوا جوا هاي فاتحة. هنا اخوان الحفريات هاي لا تشوفوا معهم فاتحه، هاي شغل مغارة، وهذا مش متوقع الشغلين هاي الإشارة، بس هيك حافرين على جهاز على شيء، بس ليش في معهم فاتحة. طيب خلينا ناخذ معانا، طبعا اهلا وسهلا، مش مشترك في القناة اشترك في القناة يا اخوان، فعل الجرس. طبعا فيديو سريع راح يكون اليوم، ما راح نطول فيه. تمام بدنا نحكي على هالبيت الصغير هذا، النظام العثماني في البيوت، النظام العثماني. طبعا المنطقة رومانية، يعني احنا بنحكي عن منطقة رومانية، لكن البيت المعمول فيها هو بيت عثماني. تمام راح نشوف الديزاين البيت العثماني من الداخل، وكيف كانوا يشتغلوا، وشو الطريقه اللي كانوا يشتغلوا فيها، وشو الوضع تبعها. تمام حلو، حتى راح تشوفوه من جوا كيف الاقواس وكيف البلاوي هاي تتسوى. تمام هاي هون ممكن كانوا يحطوا فيها اي شيء، هاي تبعت السراج تبع مش سراج صاحبنا، لا هاي السراج تبع الاناره ممكن، بس هاي مش طبيعيه يعني مش شيء عظيم. وهناك ممكن كانوا يحطوا غنم والله العلي ما بعرف. طيب خلينا نشوف البيت من جوا. طبعا هاي البيت من الخارج، احنا ذبحتنا الشمس، المشكله قرصتنا حيه، قرصتنا مش حيه، شو اسمها نحله، قرصتنا نحله. وذاني يا اخوان طلعوا ارجيكم اياها، هاي ذانها طلعوا صارت ذان ونص، هاي شايفينها قرصتني نحله في ذاني، مش عارف شو بدي اسوي صراحه. تمام أورجيك الوجه، هاي ذان كبيرة شايفينها، وهاي ذان صغيرة، هاي نشفت هاي، خليكم معنا. طيب هاي يا اخوان البيت طبعا من الخارج، شوفوا كيف الشغل تبعهم، كيف الحجار مصفطة مع الحجار، هاي طبعا طينة، استخدموا الطينة بالداخل بين الحجار عشان تظلها ثابتة. طبعا هاي صار لها 150 سنة، 150 صار لها بجوز 150 سنة يا اخوان، الرطوبة ما فيها اقل شيء. احنا البيت بيسووه بعد 3 4 ايام يصير فيه رطوبة، ماشي يصير خضار يطلع من الحيطان، يصير الرطوبة تمشي. صار لهم 150 سنة عاملين البيت هذا، هاي احجار ثابتة طالع ثابتة، انا طيني يعني اللي تيجي تعمل في الطينة زي هيك تفلت في ايدك، ها طالع بس ثابت ما تحرك من مكان وظل زي ما هو. طبعا شغل البوابه كيف بيشتغلوها، عشان ما طلعنا حي هنا يا بسم الله، شغل البوابه طلع كيف، كل حجر بحجر وحجر بحجر وحجر بحجر زي الشغل الروماني القديم، لكن هاي اشتغلوه الاتراك. يعني الروماني كان هيك، كان بالطريقه هاي، لكن الاتراك بلشوا ياخذوا الحضاره، يعني من الحضاره الرومانيه بلشوا ياخذوا طريقه الهندسه تبعتهم وطريقه الشغل تبعهم. تعرفوا ان الرومان اشتغلوا شغل يعني مدرجات اللي سووها والبلاوي هاي كلها، يعني الحضاره هاي اللي سووها كلها الشغل هذا الهندسي، فاخذوا العثمانيين منهم الهندسه اللي اشتغلوا عليها، هيك البوابه بتنعمل عشان ما تفك معهم، هاي تقعد 3000 4 5 10000 سنه يا اخوان، ما بيصير عليها ولا شيء، البوابه بضلها زي ما هي. تمام هاي طبعا هنا بالاخر، طبعا هو بيت صغير يعني بيت عثماني لكن صغير صغير صغير. احنا العثمانيين بنحكي عنهم اللي هم الاتراك. تمام هاي الباب من جوا شايفين كيف طلع، حتى هون طيني يعني، هاي شايفينها كيف طيني، ولكن ثابته ما بتتحرك ظلها ثابته. اما لما سويت هيك في شيء علي كان يهر علي من فوق، شكلها راح تقع فوقي كله، انا اقولها ثابته 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 حتى بتقع فوق راسي. تمام هاي شايفين، طبعا هذا شو وهذا شو، هذول عشان واحد يجي يقول لك بوابه والله فيها جرن على اليمين وجرن على الشمال. طبعا اخوان هاي السقاطه او الزرفيل او شو بسموه والله ما نعرف تبع البوابه، بس تسكر البوابه بتتسكر قطعه الحديد هاي بتدخل من هون، هاي هيك تدخل. تمام زرفيل البوابه، طبعا هون زي المحراب،
لكن هذا بحطه مثلا للمونة، بحطه هنا الإضاءة، بحطه هنا القنديل، السراج هنا بحطه. انا احكي سراج سراج سراج، بالاخير يطلع بقول لك شو بتحكوا علي؟ سراج يا اخوان، السراج اللي بولعوا فيه النار هذا السراج، تمام. هسه بحكي انا بصير اقول لك بتحكوا علي قاعدين في الفيديوهات. والله ما بنحكي عنك يا حبيبي، والله بنحكي عن السراج، السراج اللي بولعوا فيه الهاي، ولا لا يا دكتور؟ صحيح. والله احنا جبنا سيرة سراج الدين؟ لا، بنحكي عن السراج اللي بولعوا فيه الهاي، صح؟ مظبوط. طيب قلنا لكم والله يا اخوان ما بنحكي عنهم. المهم هون بحط السراج، برضه رجعنا نحكي سراج ال ال القداحة يا اخوان، هون بحط القداحة اللي بتولع هيك عشان تعطي شوية إضاءة، تمام. هون زي ما احنا شايفين هاي هيك طلع الشباك، الشباك طبعا كان له ديزاين غير ديزاين الباب، يعني الشباك كانت قطع صغيرة اللي موجودة زي ما انتم شايفينها، قطع صغيرة تمام، كان ديزاينه يختلف. ليش؟ عشان ثبات، عشان ثبات الشباك، يعني عشان ثبات هاي المنطقة. فانا الشباك هذا حديث والله العليم انه مش حديث كثير، لكن هاي شايفين هاي الشباك من جوا حلو، حلو جدا يا اخوان، الشغل مرتب، صار له 150 سنة ما تزحزحش من مكانه. احنا عندنا بعد 25 سنة العمارة تنقل مكانها من مكان لمكان، عشان بقول لك صير بقول لك الهزات الأرضية. طيب خلينا نشوف جوا، جوا الغرفة هاي شوفي، طلع الاقواس اللي حاطينها جوا الغرفه، طبعا هاي اقواس الزينه تمام، عشان يثبتوا السقفيه، لانه هم تيجي سقفيه كلها خشب، تنحط عليها هيك يعني بتكون خشب مثلا، ونحط عليها عشب، وهذا ما عارف كيف كانوا يسووها تمام. شوف التثبيت، هذا التثبيت، وبلشوا يحطوا الصخره صخره 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 فوق بعض فوق بعض، عبين ما لفوها كيف هيك، هاي لفت معاهم عشان توصل بالاخر لتحت تمام. ثم سماكت، سماكت الحجار ماشي، بتبلش طبعا سماكه كبيره، بعدين بصير تصغر 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 تصغر، هيك هو بشكل الهندسه، هنا ببلش تصغر 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 حتى تصير صغيره، طلعها هاي صغيره كثير لحتى تصير صغيره، بعدين بتبلش تكبر 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 لحد ما ترجع للقاعده اللي هي الكبيره هاي، شايفينها كيف يا اخوان؟ فما في اشارات داخل هاي، انا بدور على اشاره انه مثلا يكون في تكنيس جواتها، لا ما في، شكله ما في تكنيس، لانه عاده الاشارات تنحط على البوابه من جوا او على المداخل او على الاسوار اللي موجوده، طبعا هم سورين هذول او عمودين خلينا نحكي، هاي نفس الديزاين نفس القصه، الاثنين مع بعض هاي نازلات لتحت، متعوب عليها، مشغوله صح، متعوب عليها صح تمام. هاي غرفة نوم، هاي جميلة جميلة جدا 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 يا اخوان. هاي الشباك طبعا، هذا الشباك بطل على الجبل اللي هنا، هاي شايفينها كيف؟ طلع الجبل اللي برا، لكن والله العظيم حلو يا اخوان. يعني عشان تشوفوا مثلا كيف ال كيف باقي الشغلات، كيف الشغل تبعهم وكيف الوضع تبعهم تمام، يعني متعوب، شغلات متعوب عليها، كانوا هم مستمرين في المنطقة تمام. هاي السمكة شكلها، دقيقة بس شغل السمكة شو بدي اجيبها هون، ممكن تكون شغل السمكة. فكانوا هم مستقرين في المنطقة قاعدين يا اخوان، ما كانوا بدهم يطلعوا نهائيا تمام، كانوا ناويين يظلوا ألوف السنين ما عندهم مشكلة، لكن صارت، بتعرفوا شو اللي صار، ليش احكي لكم القصة انتم بتعرفوها تمام، صار معهم هذا الموضوع، صارت معهم قصة، هذيك حكت مع هذا او هذيك جارتهم فتحت الموضوع، بعدين اتكاتلوا، بعدين اتكاتلوا الجيران وذبحوا بعض الشباب، وهذا انحبس، وهذا تعرفين القصة اللي صارت بين العثمانيين والثورة العربية الكبرى تمام. شغلة نسوان، يعني نحكي نسوان وحكي نسوان مش أكثر ولا أقل، بس حلو يا أخوان. طبعا أنا والله أنا قاعد بدور على إشارة صراحة، يعني بدور داخل، يعني بدي أشوف في الداخل في إشي مثلا تحت هذول، مثلا لو فكينا من هون ولا فكينا هيك تمام، عشان الدفى يا أخوان، عشان الدفى، عشان بالشتاء يكون دافي. طلعوا قديش المسافة من هون لهناك، شايفين قديش المسافة؟ يعني الحيط، الحيط كبيرة
عشان بتظل دافية، هيك بتظل دافية. تمام، هاي شايفين، لكن والله حلوة حلوة. شفتوها كيف؟ ترى هاي بيرجيكم قديش مسافة الحيط، الحيط تبعت ال تبعت الهاي. هي عندي هون مثلا شبر، شبرين، ثلاث بخار خشب، شغال تحفير. هنشوف نقار الخشب يا اخوان، شغال بحفر قاعد. كيف بدي اشوفه من هون؟ يا اخوان شايفين ايش انتم؟ انا مش شايف ايش. بحرف الشجرة، شجرة هاي يعني. اقول لكم كيف بدي اجيبه بالكاميرا، مو مضبوط. طيب يا اخوان، هذا طبعا واحد من العثمانيين، بديش اورجيكم شكله. هيو، واحد من العثمانيين هرب، شفتوه؟ تمام. حكينا عن هذا البيت، انا بصراحه انا بدور على اشارات داخل البيت. تمام، بدور على اشارات انها تثبت لي انه وجود شيء في الحيط او هون او هون. طبعا الحيط قلت لكم عريضه، يعني ممكن انه يكون داخلها شيء. الله العليم. طبعا هاي كيف بتزبط معنا؟ بتزبطش معنا لا بالاسياخ ولا بتزبط معنا في اي شيء يذكر اخوان. هاي الطريقه الوحيده اللي بتزبط فيها، اللي هي الجهاز، جهاز شواطئ. هذا بنشغل على الحيط، مثلا بيجيبوا الجهاز واشتغلوا على الحيط هيك هيك هيك، قبل ما بطنطن بحفره. تمام، ما له مش كثير الحيط، يعني نص متر بنحكي قاعدين، مش هالشيء العظيم. تمام، لكن هاي الطريقه الوحيده اللي نعرف فيها دفاين ولا لا. شايفين كيف هاي السقفيه كيف كانت؟ خشب. هاي كانوا يحطوا خشب، والبوص هذا البوص هذا اللي بيكون في السيل والهاي. تمام، عشان يمنع المطر، وبحطوا عليها تراب. ماشي، خلاص بصير ارض كانها ارض طبيعيه من فوق. تمام، سمكه السقف تراب. افتح لي كيف طلعت من هون. ان شاء الله تكون لقطناها بالكاميرا. سمكه الصخر التراب هيو، هاي هون شايفينها. هاي خشب السحليه دخلت هون جوا، مش مبين، راحت هربت. لا ضلت، كان صبرنا بيتها على السحلي الزاوية. طيب، شكرا جميعا للمتابعة. سألوا خلينا ناخذ صورة جماعية احنا وياكم. والله امسكها دكتور شوي. شايف هاي البيضة؟ هاي البيضة هاي، بس اكبس عليها كبسة. بس هون عند الباب، ها؟ استنى استنى. هون هيك صورة مع فيديو، ها؟ صورة مع فيديو. شكرا لكم أصدقائي للمتابعة، واللي ما حط لايك يحط لايك يا إخوان، بدنا نوصل هذا الفيديو لعشرة آلاف لايك، ولا تنسونا من المشاركة والآخره. شكرا لكم للمتابعة، وأهلا وسهلا فيكم. يلا.